زي ما لمؤسسة الرئاسة دور، والجيش دور، وكافة وزارات الدولة دور، دور في التصدي للمؤامرة بكل أبعادها، فالمواطن كمان عليه دور. ومش مطلوب من المواطن في الساعات المقبلة إلا الذهاب إلى صناديق الانتخابات الرئاسية. المصريين في الخارج فهموا ده كويس قوي، والنهاردة المشاهد اللي جاية من الخارج مشرفة للغاية. طوابير من الصباح الباكر وسط الثلوج والجو الشتوي الأوروبي والأمريكي. التصويت مش لصالح مرشح رئاسي، ولكن لصالح رفض التوطين، رفض تصفية القضية الفلسطينية، رفض أي ابتزاز أو تهديد للدولة المصرية، تأييد لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أعلنها صريحة في مصر وفي قمة القاهرة وفي قمة الرياض وحاليا في قمة دبي. قالها للعالم كله، لأمريكا قبل إسرائيل، والأوروبا قبل العرب، لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للحصار، لا لبيع سيناء. رئيس وطني قوي محترم مشرفنا بيجوب العالم حاملا قضايا بلاده وقضية فلسطين، ومش سامح لأي دولة من اللي بيقولوا عليهم دول عظمى إنها تلوي دراع مصر بأي كلمة كانت. الانتخابات المرة دي مش قضية سياسية، ولكن قضية وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عشان كده لازم يشوفونا إيد واحدة، صف واحد خلف قيادتنا وجيشنا. نزولك ومشاركتك في الانتخابات هي دورك في المقاومة. المقاومة مش بس بالسلاح ولا بالمقاطعة، ولكن صورتك أمام الصندوق أكبر مقاومة للاستعمار الحديث وللمؤامرة على بلدنا. إدارة جو بايدن من ساعة ما وصلت البيت الأبيض في يناير 21 بتشتغل باستراتيجية إجبار الدول المستهدفة على دخول حرب استنزاف، وده عن طريق تصدير الخطر للدولة دي من دولة جوار، يوم ورا التاني وشهر ورا التاني لحد ما يصبح التصادم حتمي، إجبار الدول على الحروب. ده اللي حصل مع روسيا في أوكرانيا، وده اللي أمريكا بتحاول دلوقتي تعمله مع مصر بعد استئناف إسرائيل لحرب غزة بعد هدنة 7 أيام، بعد ما أعطتها الضوء الأخضر لضرب جنوب غزة. جريدة فاينانشال تايمز البريطانية كشفت النهاردة في سبق صحفي أن حكومة إسرائيل بتخطط لحرب تستمر أكثر من عام في قطاع غزة، وأن القرار الدولي صدر خلاص بأن العملية العسكرية في قطاع غزة لن تنتهي إلا بتنفيذ كامل بنك أهداف الغرب. بكده بقى رسمي كافة حدود مصر مشتعلة، حرب غزة وحرب السودان إضافة إلى ليبيا التي تبحث منذ سنوات عن انتخابات رئاسية تنهي فوضى وجود هذا الكم من الحكومات والمجالس الرئاسية. المفوض العام للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين اللي شغالة داخل وخارج الأراضي المحتلة، قال إن 1 مليون غزاوي كدفعة أولى سوف يلجؤون إلى الحدود المصرية متى بدأت إسرائيل العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة. ومع استئناف الاحتلال للعدوان لسه بشوف اللي بيقول انتصار للمقاومة من غير ما يفهم إنه علشان إسرائيل تزحف لجنوب غزة لازم تفشل في تحقيق أهدافها في الشمال، وإلا ما امتلكت الحجة أو الذريعة للذهاب إلى الجنوب. يعني لو إسرائيل وجدت في الشمال الأنفاق اللي بتقول عليها وقادة حماس وأماكن المحتجزين، يبقى هتروح الجنوب ليه؟ ولكن لما كل ده يبقى مش موجود في الشمال، يبقى إسرائيل أمام العالم أجمع لسه في حالة دفاع عن النفس، وهي بتتوجه إلى الجنوب الملاصق للحدود المصرية، إلى خان يونس ورفح الفلسطينية على وجه التحديد. علامات استفهام حول أحداث 7 أكتوبر بتزداد يوم بعد يوم. نيويورك تايمز أكدت أن إسرائيل كان لديها علم بهذه العملية من سنة كاملة، ومع كده لم تتحرك لمنعها. هل عرف الاحتلال تفاصيل العملية وتركها حتى يمتلك حق الرد ويتم تفعيل مخططات التوطين والتهجير والوطن البديل وغزة هي سيناء؟ مع استئناف العدوان توقفت حركة الشاحنات عبر معبر رفح، 109 شهيد في الساعات الأولى بضربات طيران العدو في مناطق وسط قطاع غزة. حزب الله بدأ من جديد يضرب صواريخ على شمال إسرائيل. هكذا يتم نصب أرض المعركة من جديد بنفس قواعد اشتباك ما قبل أسبوع الهدنة. التقت مصالح اليمين القومي واليمين الديني واليمين المحافظ في إسرائيل مع مصالح الجيش الإسرائيلي ومصالح شبكات المصالح الغربية التي تدير حكومات الغرب من خلف الستار على استكمال الحرب، رأس مالية الكوارث وبزنس الحروب في جولة جديدة في الشرق الأوسط وعلى حدود مصر، تطويق جيوسياسي مكتمل الأركان لمصر. جو بايدن اللي طبله المعارضة في مصر إنه أحسن من دونالد ترامب
صنع حرب إقليمية دائمة جديدة على حدود مصر، بينما ترامب اللي قالوا لك عليه مجنون وحيضيع الدنيا لم يخض بأمريكا حربا واحدة في سنواته الأربعة كأول رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية لا يذهب إلى الحرب. حرب أطرافها مش حماس وإسرائيل بس، ولكن ميليشيات سورية وعراقية وحزب الله والحوثيين وقراصنة الصومال. ملعبها مش غزة وبس، ولكن مسرح عمليات البحر الأحمر بكل ثقله في مشروع طريق الحرير الصيني الجديد ومحور قناة السويس المصرية. كل ده أصبح متخطط له بشكل علني أنه يستمر أكتر من سنة لحد ما أهداف الغرب تتحقق في السنة دي. وفي السنة دي اقتصاديات الشرق الأوسط سوف تنزف حتى الموت. في السنة دي كل همهم التجربة الاقتصادية المصرية يتم تصفيتها حتى آخر قطرة. الغرب فشل في أنه يحاربك بالوكلاء الإقليميين إياهم اللي بقوا أصحابنا دلوقتي، وفشل يحاربك حتى باللي عامل نفسه حليفك، وفشل يحاربك بالإرهاب اللي صعقناه في سيناء، وفشل في شق الصف وعمل اضطرابات وثورة ملونة تعيد الفوضى. وبالتالي نرجع للوكيل التقليدي للغرب في المنطقة، ألا وهو إسرائيل والقضية الفلسطينية، القضية اللي صنعها الغرب في الشرق علشان يضربوا أي نهضة ممكن تحصل في مصر والشام. وده كلام وزير خارجية بريطانيا بالمر ستون سنة 1840 بأن فلسطين اليهودية هتعطل أي نهضة مصرية تتحد بالشام وتتصدى للغرب، زي ما محمد علي عمل بمصر والشام في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر. الغريب أن استطلاعات الرأي داخل إسرائيل تؤيد وقف الحرب مقابل استمرار الإفراج المتبادل عن الأسرى. أنا مش بقول الإسرائيليين شعب كيوت، بس الكلام ده متوافق مع استطلاعات الرأي في الغرب اللي بتدين إسرائيل. يعني شعوب الغرب وشعوب إسرائيل مع وقف الحرب، ومع كده بتشوف حكومات الغرب وحكومات إسرائيل مكملة. علشان تفهم كويس قوي إن اللي بيديك دروس في حرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان والحكم المدني، كل ده الغرب وإسرائيل بيرموه في الزبالة لما بيخالف اللي هم عاوزينه، زي ما رموا صوت الأمريكان في الزبالة لما صوتوا لدونالد ترامب، وزي ما بيحاولوا بقالهم 7 سنين يرموا صوت البريطانيين اللي صوتوا لبريكسيت في الزبالة ويعملوا استفتاء جديد يلغي القديم. كل دي أدوات ابتزاز وخداع للشعوب، للشعوب في الغرب قبل الشرق. ولكن مصر عدت مراحل الابتزاز والتهديد إلى مرحلة الفعل، مرحلة العمل بطول الإقليم والمحافل الدولية من أجل القضايا التي تهم المواطن المصري، من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على حدود مصر كما هي. مصر درع فلسطين التاريخي لن تسمح للقضية أن تموت. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.